اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله. والنهارده هنعمل اكلات ان شاء الله ان شاء الله كلها على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض اول حاجه كده وجبه الغداء. النهارده هتكون بالبوفتيك. انا عارفه البوفتيك ده بيعمل لناس كتير ازمات اللي هي تحميره. النهارده لا، هنعمل بوفتيك بس مش محمر، هنعمله صينيه بالخضار. ازاي يعني؟ قبل كده عملت صينيه البوفتيك بس اللي هو كانت بالثوم، النهارده لا، قلت خلاص احط فيها خضار كده وتبقى وجبه متكامله، جنبها طبق رز طبق مكرونه وخلاص. طيب ازاي بقى مكوناتنا هنا النهارده؟ عندي هنا بفتيك اي نوع، بتلو كندوز اي حاجه، بطاطس، كوسه، بصل وثوم، خل، جوزه الطيب، ملح وفلفل وسمنه روابي. هنعملها ازاي؟ اول حاجه قول بسم الله الرحمن الرحيم كده. نجيب معلقه سمنه روابي، جيب طاسه واسعه بس قوي، اكبر طاسه عندي او صينيه، ما عنديش طاسه يبقى صينيه كبيره واسعه، حط فيها كده ايه معلقه من سمنه روابي. الصينيه كلها كده اوزعها فيها، جيبي اوسع حاجه علشان ما تاخديش وقت كبير في ايه في الوقفه قدام البوتاجاز. فدي كده كويس. يبقى هنا هناخد هنا المفتيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا عملت فيه اي حاجه خالص اهو، وابدا ارصه. طب بتعملي الكميه اللي انت عايزاها. كان زمان بنعمله بيض وبقسماط بس دلوقتي اللحمه ما بقتش زي زمان. لا مش غاليه. نوفر في البيض والبقسماط شويه. الله عندك نظريه برضو. لا مش دي النظريه. النظريه ان اللحمه بقت جامده شويه، يعني بتنطر كمان الايه البيض والبقسماط، فلازم لها قواعد خاصه نقعد بقى احنا ايه نطبطب عليها كده ونعملها ونضغط عليها ونحطها في الفريزر وبعدين نحمرها عشان ترضى تلزق فيها البيض والبقسماط. ماشي، رش كده ايه. فبقينا نستخدم بقى البوفتيك في حاجات تانية كتير، واولهم الصينية. ملح، فلفل، ماشي، واخليها بقى تاخد ايه الصدمة كده على الناحيتين. طبعا انا هوريك دلوقتي هخلص كل الكمية دي في الصينية دي ازاي. اجي بقى هنا كده على الخضار، جيب بصلاية حلوة كده كبيرة مقطعة قطع صغيرة واشوحها. انا خلي بالك خدت معلقة سمنة واحدة للاتنين دول، شوية ملح، وادبل البصلة شوية. اجيب بطاطسايه بقى كده حلوه كبيره. طبعا انا الكميات دي في الخضار بالذات انا ما بعملش مقادير، لان انت طبعا بتعملي حسب الاسره اللي عندك هتاكل قد ايه. فطبعا انت بقى اعملي زي ما انت عايزه، ان شاء الله تعملي بطاطسايه صغنونه خالص او تعملي حتى كيلو بطاطس 2 كيلو زي ما انت عايزه. ماشي، البطاطس دي معقوله يعني كبيره حلوه كده، ناخدها قطع كبيره كده. كبيره ومش تخينه. ها هو دلوقتي السوق مفهوش يعني الخضار مش كتير قوي، محدود برضو، عشان انا كان نفسي اعمل بخضار تاني. يعني انت ممكن تعملي هنا باي خضار انت يبقى متوفر عندك، يعني في اي خضار تاني ممكن ينفع اعمليه، بس انا لقيت اكتر حاجه موجوده الكوسه والبطاطس، دي اكتر خضار ممكن يليق معايا.
انت بقى لاحظتي مثلا لا انت بتحبي خضار اكتر وعايزه تضيفيها له ضيفيها له. اقلب بقى ده كده الناحيه الثانيه كده. معانا سلوى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نجلاء؟ الله يخليك، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. صحتك. الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا كنت بس عايزه اقول لحضرتك ان طريقه البوفتيك ديت جميله جدا، انا بعملها على طول. ولا بتعمل بقى حرقان ولا؟ جميله جدا. صح، اسهل. جميله واسهل واسرع يعني. بتعمليها بالخضار ولا بتعمليها ساده؟ انا بعملها ساعات ساده وبعملها بالخضار لاحفادي بقى، و ما شاء الله لما بيجولي وبتاع فبقعد اعملها لهم. ما شاء الله. عندي حفيدي احمد بيحبها قوي برضك. طب كويس، ما شاء الله، تسلم ايديكي. بس انا عايزه اسال حضرتك يعني سؤال واحد بس. اتفضلي اتفضلي. اموري. الشياكه والجمال دوت، انت يعني انا خدت بتواضعنا والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، كلها شياكه بشياكه الصراحه. ربنا يخليك. وعبايات جميله وذوق جميل وكل حاجه جميله فيكي والله. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك والله، ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يكرمك، شكرا جدا ليكي. بص كده بقلب ايه البطاطس مع البصل كده شويه. خدت بالك انا عملت هنا ايه في المفتيك؟ بدا ان هو يكش، اقلب على الناحيه الثانيه واجيب على جنب واحط غيره. معانا مديحه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ عليكم. الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحتي انا عملت السمسميه وطلعت طريه معايا. طريه؟ اعالجها بايه بقى؟ طريقة قوي؟ يعني انا يعني بصي هي طبعا المقادير هي المقادير مظبوطة، بس كانت عايزة تغلي على النار شوية، كان عايز العسل يتقل. ارجع طب ارجع في عندي باقي سكر احطها على النار وارجع احط عليها؟ لا بس تقلي الاول السكر، يعني تقلي الاول العسل، الاول حطي العسل اللي عندك دوت مع سكر وخليه يتقل على النار شويه، يتقل شويتين كمان مش شويه، ونزليها تاني بقى جوه الكزرونه دي وقلبيها تقلبه واحده بس، ما تخليهاش تغلي تاني، يعني اغلي بس السكر الاولاني ده، تقليه حبه ونزلي عليه السمسميه. جربي كده علشان بس دي انا اول مره اعمل الموضوع، بس هو ان شاء الله ينجح معاكي يعني. طيب بصي ازود الجلوكوز شويه. هتحطي مثلا كوب، انت عامله قد ايه سمسم؟ انا عملت نص سكر وربع جلوكوز. ماشي، حلو قوي كده، ماشي خلاص. حطي كوبايه جلوكوز، كوبايه وكوبايه سكر، وحطيهم على النار يغلوا ماشي مع سنه ملح ليمون، وخليها تغلي قد 7 دقائق كده. هي بس هي المشكله في الموضوع ده ظبط درجه ال، في ناس قالت طلع معايا ناشف، في ناس قالت طلع معايا حلو، في ناس قالت معايا طلع معايا طري، فطبعا كل واحده حسب ما هي غلت قد ايه او تقل معاها قد ايه. فطبعا طري دي معناه ان هو ما خدش حقه على النار كويس، بس ان شاء الله الطريقه دي تنجح معاكي. اغطي بس كده البطاطس شويه، واقطع بقى ايه شويه كوسه برده زي ما انت عايزه. اهو بصوا كده انا ماشيه معاها واحده واحده، احط على دي كمان، كل واحده احطها احط لها الملح والفلفل بتاعها. ماشي كده، اخر واحده اوسع لها مكان. واخليها مع نفسها كده لغايه ما تشرب كل الميه بتاعتها. ماشي دي خلاص، شكرا. انا كده حطيتهم كلهم، ابدا اديهم رشه جوزة الطيب عشان تبقى ريحه اللحمه حلوه. بس كده، واخليها بقى كده ايه تشرب ميتها خالص خالص، وبعدها ادفع الخضار بقى.
كده. انا النهارده مش هخليها حمراء، يعني مش هخلي الخضار ده لونه احمر، لا انا هخليه زي ما هو كده، هياخد بس من ايه، من طعم وريحه اللحمه، يعني هديها شويه ميه بس. مش كل مره بقى يبقى الخضار احمر احمر كده، مش كل شويه طبيخ طبيخ احمر، لا نغير فيه بقى شويه، نديله لون اللحمه. هو بيبقى لونها كده اما تستوي بتبقى لونها ايه، بتبقى لونها كده. اتخنها شويه، خلي بالكم كده برضو لون البصله الغامقه شويه. معانا عليا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا شيف نجلاء؟ الله يخليك، الحمد لله. ازيك انت؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ انا وحضرتك طيبه. وانت طيبه، ربنا يكرمك. ايه اخبارك؟ الله الحمد لله والشكر لله يا حبيبتي. الحمد لله. عملنا اكلات بقى للسكر كتير لو سمحتي. حاضر عينيا، حاضر. هي اللي بص يعني، حاضر عينيا، بس انا عايزه يعني كل واحد مثلا اكلات السكر والحاجات دي ممكن ياخد الاكله هي هي وينقص الحاجه اللي هي مضره ليه، ماشي؟ يعني مثلا عندنا هنا الخضار والحاجات دي، انا مثلا عملت بسمنه، لا انت مش عايزه بسمنه اعمليها بزيت، مفيش اي مشكله. انا مثلا حطيت خضار لا ما ينفعش مثلا احط طماطم كتير، انت قل الطماطم، احط ملح، ممكن تشيل الملح خالص. فانا عايزه كل واحد ياخد الاكله ويفصلها على مزاجه، ماشي كده. احمر بس شويه كمان البصلايه معاها كده. ممكن كفايه حبه الكوسه دول، ممكن لو انتوا مثلا العدد قليل وعايزه تعملي مثلا ايه اللحمه قليله، ممكن بكوسايه واحده او كوسايتين وواحده بطاطس صغنونه خالص جنب حتتين بفتيك، خلاص كده حلو قوي. لو لسه عرايس جداد يعني، ماشي. اغطي بقى ده كله كده، بس اديها ملح وفلفل الاول. معانا تهاني، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، زي صحتك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ عود عليك الايام بخير. معلش انا اتكلمت متاخر عشان انا كنت تعبانه. ربنا يديك الصحه. عايز عليك وسلم عليك. ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه ويشفيك يا رب ويعافيك ان شاء الله. انت منور الشاشه ومنور الدنيا كلها، ربنا يخليك. ولا حاجه احنا، ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه، ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك، ميرسي قوي لذوقك. نقلب بقى كل شويه، نقلب اللحمه على الناحيتين كده. منى اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك انت؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ اول مره في حياتي اعمل مداخله، بس حضرتك تستاهلي المداخله دي. ربنا يخليكي حياتي، تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. حضرتك ممتازه وفوق الوصف، ربنا يخليك. واكلاتك وحاجاتك يعني مش عايزه اقول لك، يعني جوزي يقول لي اتفرجي عليها عشان اشوف هتطبخي لنا ايه. ربنا يخليك، ربنا يخليهولك، الراجل ده بيفهم على فكره. الله يخليك، الله يخليك. الله يخليك حبيبتي. هو اللي مصمم ان انا اتصل بحضرتك. ما شاء الله. بتاعك عن اي برنامج. ما شاء الله، ربنا يخليهولك يا رب. ما شاء الله، القناه هايله وحضرتك هايله وكل العاملين فيها ممتازين. بجد انا مبسوطه جدا 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 انا دخلت مع حضرتك وعملت المداخله دي. انا مبسوطه بيكي اكتر والله، متشكره جدا بيكي يا حبيبتي. العفو يا حبيبتي، العفو. الله يكرمك، شكرا ليكي جدا. هبص معاها كده، الاحظ بس ان هو يشرب كله كله وبعدين انزله على الخضار عشان ياخد كله طعم واحد. بس قبل ما هعمل كده، عارفين انا هعمل ايه؟ لازم اضيف التوم ده على اللحمه الاول، اول ما تنشف اضيف لها التوم. طيب انا دلوقتي هسيبك في فاصل وهسيب اللحمه على النار والخضار على النار، هقطع بس التوم واستناك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي لسه بسوي في اللحمه، للاسف بتاخد وقت شويه لسه كمان. بس ايه، هجهز لها التوم بتاعها اهو. كنت بجهز لكم اكله تانية، وهي القرنبيط باللحمه المفرومه، حله طبيخ. هنطبخ النهارده قرنبيط. طبعا دي اكله غير الاكله، يعني ما تقوليش الاكلتين لايقين على بعض، يا تعملي دي يا تعملي دي.
اعملي واحده النهارده واحده بكره. ماشي. كده الخضار اهو خلاص بيخش في السوى. وهنا دي خلاص بتشرب ميتها كلها اهي، بس برضو لسه حبه. ادحرج فيهم كده عشان ايه كله يتحمر يشرب ميه حلو. طيب على ما جيت خلاص هقول لك مكونات الاكل اللي عندنا ايه معانا على الشاشه اهي. عندي قرنبيطه جايه واحده صغنونه كده حلوه وسلقتها. طبيخ بقى، هنطبخ قرنبيط، فمش عايزه اكتر، تملي في قلت اي طبيخ ما نكترش، علشان مع اللي بيبات تحط في الثلاجه بيتهري كل الطبيخ. اي نعم في طبيخات الواحد بيحبها بايته، بس بايته يوم واحد مش اكتر. وفي طبيخ لا ما ينفعش، لازم تاكل في نفس اليوم. فانا عندي هنا، اقول لك حاضر ثواني عشان اتابع القصه الثانيه دي كده. عندي هنا قرنبيطه مسلوقه، تمام كده. عندي قرنبيطه مسلوقه، عندي عصير طماطم، لحمه مفرومه، بصل، بهارات، ثوم، فلفل حامي. خلاص خلي ده بتاع دي. دي بقى اللي هنطبخها دلوقتي، طبيخ حلو جدا. بس ازاي وباللحمه المفرومه، يعني اكله كده متكامله على بعضها زي ما احنا متعودين على الاكل المتكامل ده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب شويه زيت، والبصله، شوية ملح، شوية فلفل، واشوح البصلة كده شوية اطريها. ادي اللحمة خلاص اهي بتتشرب كل ميتها. اضير كده الصينيه برضو لو عندي كبيره على النار عشان تاخد كل ايه الحراره، يبقى كلها زي بعضها. مين معايا؟ انزل بقى اللحمه المفرومه على الايه على البصل، بصله بس اهي مع معلقتين زيت، واروح حاطه. عارفين بعصج اللحمه؟ بعصج اللحمه زيها بالظبط كده اهي، واحط لها بقى بهاراتها، بهارات مشكله، عايز تحطي قرفه وجنزبيل زي ما انت عايزه. بس انا بنصحكم نستعمل الجنزبيل كتير. ادي كده شويه بهارات، شويه ملح وفلفل عشان اللحمه بقى. اوه سوري، فلفل حامي، اخد اتنين تلاته بس كده مش كتير قوي. وعصج اللحمه بقى ايه اسويها خالص. كسرها قوي عشان تبقى مفتفته بعيد عن بعضها. طول ما احنا بنعصج لحمه بنضغطها قوي او نكسرها قوي عشان تبقى مفروله، لكن لو سبتيها كده هتلاقيها استوت وهي قطعه واحده، وهتضايقك جدا وانت بتفكيها. تمام. معانا علي، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا علي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ بحب حضرتك قوي مدام نجلاء، سلم لي عليها قوي. يا رب. ايه اخبارك؟ الحمد لله. كنت عايزه ابعت هدايا بس لوالدتي وابني لسه واخواتي. اتفضل. كنت عايزه اقول لامي كل سنه وهي طيبه. كل سنه ماما طيبه وانت طيب، واسمع كلامها بقى. ماشي يا رب. تسمع كلامها؟ اه.
باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يخليها لك ويخليك ليها. حط بقى عصير طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقيل كده حبه كويسين، يا دوبك على القرنبيطه دي. وخليها ايه تتسبك بقى. اجي هنا اجيب الثوم علشان الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللحمه هحط عليها الثوم كده. تشويحه صغيره كده بس معاها كده تاخد ريحه. اركز الثوم بس مع اللحمه الاول شويه، وبعدين كله هنزله على الخضار. ماشي، اضيف للخضار شويه ميه صغيرين، مش كتير يعني، انا مش عايزه لها، ده مش طبيخ فمش عايزه لها ميه، مش عايزه لها صوص قوي، بس الميه دي اللي هتعمل ايه، هتدي بقى، خلي اللحمه والخضار يشربوا من بعض. تشويحه بس كده للثوم، خلاص كده. معلقتين خل، معلقتين خل كده، ومرر فيهم كل اللحمه. معانا بسمله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا بسمله؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كلمينا تاني يا بسمله. اخد بقى اللحمه كده بالثوم بتاعها واحطها على الخضار كده، ريحتها تحفه جدا. معانا سهير. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت؟ انا سعيده اللي سمعت صوتك، والله ربنا نفسي اسمع صوتك. ربنا يخليكي، تسلمي، لانك شبه بنتي وبحبك زي بنتي، وام من بدري عشان اشوفك. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليها لك. تعيش. لو سمحت عايزه اعمل اهداء لها. اه اتفضلي. عيد ميلادها. ايوه. ماجده ممدوح بجامعه الزقازيق علاقات عامه، وجوزها الاستاذ عبد الفتاح.